السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن للمسجد مكانته الشريفة ومنزلته السامية المنيفة، فهو بيت الله ومعقل الإسلام ومصدر الإشعاع ومنبع الإيمان والسلام وموطن إقام الصلوات وتنزل الرحمات واستجابة الدعوات، وعنوان وحدة الأمة ورمز الهداية والصلاح والثبات. قال جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.
ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. عباد الله، لقد كان المسجد جامعا تربويا راسخا وصرحا علميا وعمليا شامخا، تلقى فيه الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم ما يحتاجون إليه من علوم الدين والدنيا والآخرة، إذ فيه تخرج الأفذاذ من العلماء ونبغ الجهابذة من الفقهاء، ومدرسة تربى فيها النفوس تربية إيمانية. وكان المسجد دارا للشورى وملتقى للتعارف والتآلف والتعاون والتكاتف، وفيه تتحقق الأخوة الإسلامية وتتعمق مشاعر الألفة الإيمانية، وعماره هم أهل الصدق والإيمان، ورواده هم شعار الفضل والإحسان. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعمارته إما حسية ببنائه وتشييده، وفي هذا فضل عظيم وخير عميم. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا لله كمفحص قطات أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. وإما عمارة معنوية بذكر الله وتلاوة كتابه والاعتكاف وإقام الصلوات ونحو هذا من وجوه الطاعات والقربات. ولهذا كان بناء المسجد النبوي أول خطوة خطاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد بناء مجتمع المدينة الجديد على الإخاء في المكان الذي بركت فيه ناقته صلى الله عليه وسلم، فاشتراه من غلامين يتيمين من الأنصار وشارك في بنائه بنفسه. معاشر المسلمين، والمسجد أحب بقاع الأرض إلى الله تعالى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وأفضل المساجد المسجد الحرام، ثم المسجد النبوي، ثم المسجد الأقصى، وهي التي لا تشد الرحال إلا إليها. وأول مسجد بني في الأرض هو المسجد الحرام. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. وأينما أدركت الصلاة فصل فهو مسجد، وأينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد. عباد الله، ومن تعلق قلبه في المساجد فكان شديد الحب لها والملازمة للجماعة فيها، كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجل قلبه معلق في المساجد. وحسب من تعلق قلبه بالمسجد
أن الله جل وعلا يفرح بقدومه ويقبل عليه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. وفي صلاة المسجد ينال المصلي أجر السير إلى المسجد وأجر الصلاة فيه وأجر انتظار الصلاة، وكلها غنائم وافرة وأجور كثيرة متكاثرة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينزهه إلا الصلاة، أي لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لم ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما، كتاب في عليين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآي والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فإن للمساجد أيها المسلمون أحكاما شرعية لا بد من الإلمام بها وآدابا مرعية تحسن مراعاتها، ومن ذلك تنزيهه عن البدع والشركيات وصيانته عن الأرجاس والمعاصي. قال الله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ومما يصان عنه المسجد الروائح الكريهة والأقوال البذيئة والسلوكيات المسيئة، ويصان أيضا عن البيع والشراء وأنواع التكسب والصناعات. فعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه ضالة، أن يسأل عنه عن المفقودات، وأن ينشد فيه شعر، أي لا خير فيه. ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة. ثم اعلموا أيها المسلمون
أن الله أمركم بالصلاة على نبيه، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبيِّنا محمد، وارضَ اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكرٍ وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الأصحاب والتابعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفِّر عنا سيئاتنا، وتوفَّنا مع الأبرار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميعٌ قريبٌ مجيب الدعوات. اللهم انصُر الإسلام والمسلمين، وأذِلَّ الشرك والمشركين، ودمِّر أعداءك أعداء الدين بقوتك يا قويُّ يا متين. اللهم انصُر إخواننا المُستضعفين المسلمين في كل مكان، اللهم كن لهم عونًا ونصيرًا، فأنت نعم المولى ونعم النصير. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ ولي أمرنا ولي عهده، ووفقهما لما تحب وترضى. اللهم وخذ بنواصيهما للبر والتقوى، وارزقهما البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهما على الخير وتعينهما عليه يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، تقاربوا، سدوا الفرج، حاذوا بين المناكب والأقدام، أتموا الصف الأول فالأول. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنب
يتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.